بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نرحب بكم بدار الأرقم من جديد في هذه الليلة المباركة من قبسات من دار الأرقم، مع ضيف غني عن التعريف كريم، الأستاذ طرفة بغجاتي. أستاذ طرفة بغجاتي هو رئيس مبادرة مسلمين النمسا، وهو رئيس المنبر الإسلامي المسيحي في النمسا، وعضو مستشار في الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية. سيحدثنا اليوم عن محاور عدة تخص الأسرة والمدرسة وطريقة التعامل مع مدرسة الطفل، ويطرح قضايا حساسة مثل ما لاحظنا بالفترة الأخيرة في أوروبا من قضية الحجاب عند الصغيرات، ومحاور عديدة سيحدثنا عنها الدكتور الأستاذ طرفة بغجاتي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، وألف شكر لإدارة دار الأرقم على هذه الدعوة الطيبة. والمهم أخواتي وإخوتي أن تكون ذات نتيجة، هذا الذي يهمنا. وبداية كلنا نقرأ يوميا وقل ربي زدني علما، كلنا نقرأ يوميا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واليوم لن تكون هذه المحاضرة عن درجة العلم وأهميتها في ديننا وفي ثقافتنا وفي حياتنا، بل نحصرها بمجال تعامل الأهل مع تربية الطفل من الناحية العلمية، لكي لا نضيع أوقاتنا ونذهب في مواضيع مختلفة. نحاول حصر هذا الموضوع، وبالذات لأن كثيرا من الأهل وخاصة من إخواننا الجدد الذين أتوا إلى النمسا وأوروبا منذ سنوات، وممكن تأتي حتى على أمريكا أو أستراليا أو كندا، الإخوة الذين يسمعون في هذه البلاد، نفس التحديات، ومنها تحديات حتى في البلدان العربية والإسلامية. وحتى الإخوة والأخوات الذين ليس عندهم أطفال ممكن أن يكون هناك شيء من الاستفادة، كيف أتعامل أنا نفسي مع موضوع العلم، وكيف أتعامل مع أشياء جديدة لم أسمع بها من قبل، وكيف أتعامل مع ثقافة جديدة بالنسبة لي قد يكون فيها بعض الصدمات التي يمكن أن تؤثر سلبا على حياتي، وبالعكس ممكن أن تعطيني فرصة جديدة للتعرف على أمور جديدة يمكن لم تكن بادية لي قبل ذلك. ولا أخفيكم إخوتي أنني في مجال تحضير هذه المحاضرة صدمت فعلا عندما وجدت أن غالبية الموجود على الإنترنت من شرح وضع الطفل مع الأهل مترجم من اللغات الأوروبية، حتى الصور، يعني تكاد لا ترى صورة طفل عربي في المدرسة، ترى صورة طفل أشقر مع أمه، أو ترى آسيوي، أو ترى إفريقي، ولا ترى عرب ولا مسلمين، غريب جدا. فإذا هناك فعلا نقص في هذا الموضوع، كيف أتعامل أنا في وقت المعلوماتية، في وقت لا يرحم إذا لم تمشي ركب الحضارة وركب الدراسة وركب التربية والتعليم، الوقت مسرع بشكل لا يوصف. وهل يعني هذا أن نرى أنفسنا نحن كمواطنين جدد في هذه البلاد خلف الركب؟ نعم، هناك بعض الأمور التي نحن فيها خلف الركب. هل وظيفتنا أن نتقبل هذا؟ لا. التحدي الأكبر هو كيف يمكن لي، وإذا لم يكن لي، لابني الالتحاق بهذا الموكب وبسرعة. ولا أخفيكم النقطة الثانية هو أنني اتصلت مع بعض المعلمات في المدارس وخاصة الابتدائية، وأحد المعلمات هي مسلمة من أصل عربي وسوري أيضا، ومع الأطفال يوميا في المدارس. وتعرف أن فيينا اليوم تقريبا كل المدارس الموجودة فيها نسبة كبيرة من أولاد المواطنين الجدد هنا. فسألتها: ما أهم تحدي أمامك كمعلمة
أنقل لكم ما قالت وأنقل لكم فكر التعليم وفكر المدرسة هنا في النمسا خاصة وأوروبا عامة، وهذا يجب أن يكون أيضا في بلادنا أيضا وفي بلاد العرب والمسلمين، وهو أن الانسجام بين الأهل والمدرسة ومعرفة الأهل ما يحصل في مدرسة الولد هو شرط لازم لنجاح الطفل في المدرسة، وشرط غير قابل للتفاوض وقيل قابل للأخذ والعطاء. المشكلة أن في ثقافتنا، يعني حتى أهلي أبي وأمي وجيلنا الكبير هنا نوعا ما، كانوا عندما يذهب الأب إلى المدرسة ماذا يعني؟ يعني في مشكلة، أبي كان بالمدرسة معناته عامل مشكلة، الله عليم شو صاير، طلبوني المدرسة الله يستر الدنيا قامت ولا تقعد. فيظن الأهل أن المدرسة منفصلة تماما عن البيت، هذا أكبر خطأ نتعامله. هون المدرسة مبنية بناء على تعامل الأهل مع المدرسة وعلى مشاركة الأهل بالمدرسة وعلى متابعة الأهل للطفل في الصغيرة والكبيرة. طيب الإخوة الجدد والأخوات الجدد لا يستطيعوا أن يتعلموا أو يتحدثوا اللغة الألمانية، ماذا يفعل؟ فماذا ترى؟ وهذا شكوات المعلمات، لا ينظروا إلى كراسات الأطفال، لا يسمعوا منهم ماذا يحصل في المدرسة، لا يتعلموا أي شيء مما يمر عليهم من تجارب في المدرسة، ومنهم من يستحي ولا يذهب إلى المدرسة ولا يتحدث مع المعلمة، وتتصل المعلمة على التليفون منهم من لا يرد، فهذا أكبر خطأ. إخوتي احفظوها مني الآن، لو كان عندك أذكى ولد وعنده أقوى المقومات أن ينجح وتركته لوحده وقلت المدرسة تمشي الأمور وحدها، يعني سيفشل ومقوماته التي عنده سيتراجع، بعد سنة يتراجع، السنة اللي بعدها يتراجع أكثر، السنة الثالثة الابتدائي، الرابعة الابتدائي، راح مستقبل الولد، لأنه صار دخل بالسن العاشرة وهو بعيد عن أمثاله. ففي النمسا المرحلة الابتدائية كلها هي 4 سنوات، ما مثل في غالبية البلاد العربية والإسلامية 6 سنوات، 4 سنوات وبعدها يدخل إعدادي، ما في رحمة، لما لحقت تركت تطلع شبه أمي راحت عليك. فإذاً الاهتمام، ماذا يفعل ابني بالمدرسة؟ لا تعرف اللغة، لازم تشوف شو عمل وظيفة أو لم يعمل وظيفة. قال لك الولد ما عطتنا وظيفة المعلمة، اذهب تاني يوم للمعلمة واسأله هل صحيح أنك لم تعطيه وظيفة، وتعلم هذه الكلمات. يعني الإخوة الذين لا يجيدون اللغة يجب أن يجيدوا اللغة في هذا المجال، أن يفهموا ويسمعوا هذا الأمر، علامات الطفل، فهم الولد، المواد اللي عم يتعلمها. ففي هذا إن لم تكن تستطيع فيجب أن تبحث عن مساعدة. وهنا النقطة الثانية، الكثير يعتبر طلب المساعدة وكأنه شيء من الصدقة وكأنك تستذل الناس، لا أبدا. أن تعرف أنت إمكانيتك الموجودة وأن تطلب المساعدة هي أكبر العز، وأبدا لا تستحي. ونصف العلم كما قال الإمام علي عليه السلام من مقولاته لا أعلم، نصف العلم أن يكون عندك الشجاعة أن تقول في هذه النقطة لا أعلم، تعي يا أخي ساعدني، تعي يا جارة نشوف شو الموضوع، تعا
تعال الطفل الكبير الذي بدأ يتعلم، ننظر للطفل الصغير. أنا ابني لسه عمره 2 أو 3، من الآن فكر ما التحديات القادمة على هذا الطفل. فالنمسا التعليم فيها إخوتي من أول بلاد العالم التي سجل فيها أو صار فيها التعليم قانوني وإلزامي من عام 1774، يعني من 250 سنة. في كثير من البلاد عمره 50 سنة التعليم الإلزامي، من أيام ماريا تيريزيا قالت حتى أولاد الفقراء، لأنه قبل منها كان إما أن تكون ابن الأرستقراطيين أو الأغنياء، أو يكون لك علاقة بالكنيسة عن طريق الرهبان تتعلم شيئا. أما الفقراء والنساء فلم يكن لهم أي حظ في التعليم. فماريا تيريزيا هي ملكة هذه البلاد تاريخيا، أقرت هذا ويحسب لها كبير، شغلة كبيرة. وابن يوزيف ديرتسفايتي، جوزيف الثاني، تابع في هذا الموضوع. وتصوروا أن وقتها روسيا أخذت هذا النظام عام 1780 وطبعته من النمسا تماما، فقط ترجمته للروسي وأصدرته على كل مناطق القيصرية الروسية. طبعا وقت منا النمسا ما كانت مثل النمسا وقتنا، صغيرة، كانت إمبراطورية من إمبراطوريات العالم، ليس هذا وقتنا. ولكن يجب أن نتعلم أيضا هذه نقطة إخوتي، مهم جدا أن تعرف تاريخ البلد اللي عايش فيها، تعرف شو قصتها، كيف صارت، شو تاريخها، شو أنواع الديانات الموجودة فيها، شو الخلافات بينهم، أي أحزاب موجودة في البرلمان، أي أسلوب التفكير الموجود عند الناس، أسلوب المزح والضحك وغير ذلك. فإذا ضروري جدا أن نعرف كل شيء عن تاريخ البلد، كثير ضروري. يأتي من يسأل، هل له علاقة كل هذه الأمور بتربية الطفل والتعليم والعلم عند الطفل؟ نقول له علاقة. وأيها علاقة؟ الطفل الذي يرى أباه كل اليوم قاعد وراء الفيسبوك عم يشتغل فيه وما يحكي معه ولا كلمة سيكون مثله. الطفل الذي لم يأخذ أي فكرة عن دراسة، عن قراءة، عن حديث، عن موضوع ثقافي، عن موضوع تاريخي، عن موضوع علمي في البيت لن يتعلم. الطفل الذي لا يرى في التلفزيون البرامج الوثائقية، البرامج الجيدة، البرامج الممتعة، حتى موضوع الموسيقى، الموسيقى الكلاسيكية المرتبة، الفن، الثقافة، الفهم، الشعر، لا يطلع مسكين لا يعرف شيء. وين المشكلة إخوتي؟ إنه كجدد إذا نحن لم نعطيه، ليس عنده مجتمع يأخذ منه من جاره مثلا أو من صديقه. في الفترة الأولى أولادنا ما عندهم أصدقاء نمساويين، ما عندهم نادي رياضي يلعبوا فيه مع نمساويين. وعلى كثرة الأجانب أو المهاجرين أحيانا صعب جدا يصل إلى عائلة أو صديق نمساوي يتحدث معه باللغة الألمانية، يقوي لغته. لذلك نقول ورسالتنا لكل الأخوة الذين خارج فيينا أو الذين ليس عندهم علاقة قوية مع العرب في الفترة الأولى، خذها أخيك فرصة هذه الفترة. عندما تغربنا من 30 وبعضنا 40 سنة، كانت الأشهر الأولى أهم فيها أنك مع أصحاب البلد الذي أنت فيه، أهم فيها. ولو كان في شيء من الغربة وفي شيء من الحسرة وفي شيء من الشوق، ضروري جدا. فهذا أمر مهم جدا إخوتي وأحبابي. طيب الموضوع الثاني اللي بالمدرسة نحن لم نتعلم عليه، هو أننا نظن أن التعليم هو دراسة المنهاج، تفتح الدرس
تحفظه، حتى كنا نقول ما شاء الله حافظ المنهاج من الجلدة إلى الجلدة. بصم، افتح، اسأل، بيأخذ، بطل. يخلص المدرسة يرمي الكتاب في الشارع قبل ما يوصل على البيت، ولو كان الأول بالصف زدته. هذا الولد يلي أخذ يلي حافظ كل شيء بصم، قديش بياخد علامة بالنمسا؟ العلامات في النمسا واحد عكس علامات سوريا والبلاد الأخرى، الواحد هو أحسن واحد، وخمسة زفت، يعني مثل 2 من 10 مثلا، الخمسة. إذا كنت حافظ بصم من أوله لآخره ما بتاخد أكثر من 3، يعني لا بأس. لك يا أستاذ حافظنا، الولد مات، تعب، حفظ كل شيء، ما في. بيقول لك هذا اسمه، حتى بالألماني اسمه ريبرودكسيون، ريبرودكشن، يعني عم تاخذ المعلومة وترجع تعيد المعلومة. هذا ثلث المدرسة، لسه ما بدينا بالدراسة، حفظنا أخذنا الثلث، ما أخذنا 10. يلي بعدها بتيجي الرقم، الشغلة الثانية ريفلكسيون، ريفلكشن، انعكاس المعلومة، فهم المعلومة، القدرة على طرح المعلومة نفسها بلساني، بكلامي، بلغتي، ولو أخطأت بها. يعني ممكن الولد يلي يجيب لك المعلومة نفسها مثل ما موجودة بالكتاب يأخذ علامة أقل من الولد يلي جابها بلغة أضعف ولكن بأسلوبه. خلصنا؟ لسه ما خلصنا. هذا الريبرودكسيون، إعادة الصياغة، وبعدين بيجي والترانسفورماسيون، ترانسفورميشن، ممكن تتعلم شغلة أنت يكون عندك قدرة تراها بأسلوب آخر وبفكر آخر. والنقطة الثالثة وهي الأهم، البروبليم لوزونغ، قد يكون هناك في مشكلة بالمعلومة، قد يكون هناك في خطأ بالمعلومة، ليس حراماً أن تسأل، وليس عيباً أن تقول أريد أن أبحث هذا. ومن الممكن أن يكون في معلومة هناك علماء آخرون قالوا غير ذلك، أو فيها رأي مختلف، مسموح لك بالصف، لن يعاقبك أحد، بالعكس. فلذلك نعلم أولادنا، أخواتي وإخوتي، أن يتفتحوا ويسألوا ويفكروا دون انتبهوا أن يمثل الإنسان وكأنه يعرف وهو لا يعرف. يعني هون مشكلة، بيقول لك لا والله أخونا هي أبو عدنان، أخونا الأستاذ طرفة، قالنا افتحوا وانتقدوا وكل شيء خطأ وهذا مو عاجبني. لا، الانتقاد والرفليكشن والترانسفورميشن هذا يحتاج أيضا إلى تعمق شديد في الموضوع وفهم، فهذا أمر مهم جدا إخوتي أن نتعلمه. نقطة مهمة جدا هي إيقاظ حس الاكتشاف عند الولد، أن يكون عنده شيء من الفضول الإيجابي. يعني حتى الفضول نويجير لما بتقولها باللغة الألمانية تعتبر بوزيتيف، شغلة إيجابية، مين نويجيريك، بدي أعرف. نحن بيقول لك أنت فضولي، سكوت لا تعرف. لا أخي، في شيء فضول، حس الاكتشاف بالإيجابي، بدي أعرف شو القصة، ليش هيك، حقك. للأسف الشديد كثير منا نأخذ على الولد لا تسأل كثير، أبوك قال، اسمع وسكوت. لا، بيسمع بيسكوت المسكين، فيقمع عقله، يقمع تفكيره، ما بيعرف شلون بده يعبر عن نفسه، بخاف. فهذا حس الاكتشاف، لما تمشي الولد، لما تمشي بالشارع دائما ورشي اسأله، حتى بالبناء، شكل البناء، شكل الزهرة، شكل الحيوان، الكلب، القطة، كل شيء فيه يتعلمه. يعني وهنا نقطة جديدة، أن ليس العلم والتعلم محصور فقط على المدرسة، هو
كل وقتك علم وتعلم إذا كنت متفتح وعيونك مفتوحة عم تشوف شيء اللي حواليك. إلى علاقة بالمدرسة؟ وأي علاقة؟ وأي علاقة؟ والله أنا أعرف بالشتراسنبان أو بالمحطة الولد كيف عم يتطلع على الناس أو عم يفتح دفتره وهو رايح على المدرسة، أعرف فورا هل هو ناجح في مدرسته أم هو فاشل، من شكله، من حركته، من نظرته، من سؤاله، من احترامه للناس. فكل هذه الأمور، هالمجموعة القيمية الكاملة، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ونقطة أخرى جديدة، موضوع العلامات مهم ولكنه ليس الأهم. نعود للأخت المدرسة التي سألتها عن رأيها، قالت كثير من الأهل فقط يريد أن يعرفوا أن الولد سينجح. رح ينجح؟ طيب رح ينجح، بس لسه الولد عنده ألف مشكلة ثانية، خلص المهم نجح. العلامة للرياضيات نجح مو خمسة، يعني خمسة راسب، أربعة خلص ما عاد يفكر. العلامة ليست كل شيء. ونسمع كثير من الإخوة ما كنا نقوله ونكرره، الأول بالصف والثاني بالصف وابني أحسن واحد بالمدرسة. انسوا يا أخي، ننسى هذه المواضيع كلها، ما في شيء اسمه أحسن واحد بالصف. حتى قلما ترى الإيرست إندر كلاسي، ما في، ممكن يكون أحسن واحد بالرياضيات وضعيف في الألماني، ممكن يكون عبقري في الإنجليزي وضعيف في البيولوجيا، عادي. فإذا موضوع أنه أنا بدي يكون ابني أحسن واحد بالصف، أحسن واحد بالمدرسة، لا ما بدنا، ولن يستطيع أصلا، وليس مطلوب منه أن يكون بطل العالم في كل شيء. المطلوب منه أن يكون عنده قدرة الاستيعاب في كل شيء، وفي أمر أو آخر عنده ميزة معينة ينميها مع الوقت إن شاء الله. هذا أمر مهم جدا. نقطة أخرى، لا تستحي من ابنك عندما تقول له لا أعلم، لا أعرف، ما مشكلة. يعني أخوكم أنا مهندس، مهندس دائما انتبه على الرياضيات، الحساب. لما الأطفال بدوا يوصلوا لمرحلة البكالوريا صار صعب علي، أقول للأولاد هلأ خلاص، هلأ صارت مشكلتك، ما عادت مشكلتي، ما بعرف، يا نسأل مين يساعد، يا نسأل مين يشاوي، ليش لحتى عذب نفسي وعذب الولد. فإذا عندما تعرف الوقت، السر أن تعرف أنت وابنك سوا أين نقاط الضعف وكيف نستطيع أن نتغلب عليها بأسرع وقت. فليس هناك خجل من التعامل، تقول له للولد ما بعرف، ليس هناك خجل أن تعتبر المدرسة أيضا مدرسة لإلك وأن تقرأ معه، لا حرج، مو عيب، هذا علم نستفيد منه كلنا. حتى مع الصف الأول ممكن تجيك شغلات، أفكار جديدة بالتعليم. وفعلا يعني حتى المناهج الموجودة، يعني عندما أراها أنا متعوب عليها، متعوب عليها، الصور، الرسوم، طريقة الشرح، متعوب عليها. الصف عم يكون في واحد أيام حوالي 20 واحد بالصف، المعلمة غالبا عندها وقت للأولاد، كمان شي تعب. فلنأخذ هذه الفرصة أيها الإخوة وأن نمشي في هذا الخط بسرعة. تعامل مع المدرسة، أحيانا الآباء يتحرجوا من الحديث، ليسوا متعودين أن يتحدثوا مع النساء مثلا، فيستحي أو لا ينظر إليها وهو يتكلم معها، لم ما متعلم بحياته يحكي مع مرأة لا يعرفها، تعلم أستاذ الولد. كما لازم تعلم أنه أنت عندما تكون في مدرسة ابنك ما في علاقة جنس الأستاذ، الأستاذ هو أستاذ، هي أستاذة ولا أستاذ، بدك تحكي معه، تطلع بعيونه، تفهم عليه، تصافحه لما بمد إيده، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، تفهم عليها وتفهم عليك،
وخاصة إذا كانت اللغة ضعيفة وأنت تطلع بالحيط، أولا تظنك أنك لا تحترمها، يعني بالعكس. أب مرة قال لي أنا من احترامي للمرأة لا أنظر إلى عينيها. هذا نشرحه إخوتي أيضا كمان للأوروبيين، يعني أنا أشرح هذه الأمور حتى في محاضرات مع مثلكم مع معلمين، ولكن لازم نفهم الموضوع أنه هذا ليس إهانة إذا لم ينظر إليك وأنت تتحدثي معه. ولكن المعلومات تضيع، الفم لما عم يحكي معك إذا لغتك ضعيفة أنت هلأ غمض عيونك أو طلع أو حط ستارة للنساء ما يحد يشوف المحاضر، ما بتشرد ما بتسمع أكثر من عادي. العين بيقول لك مغرفة الكلام، هذا كلام حكم ليس لم تأتي من صدفة، أتت من خبرة مئات وربما آلاف سنين. العين مغرفة الكلام. نفس الشيء لما بتكون معلمة أم مع أستاذ أيضا حكي طلع عليه فهمي شو القصة، إذا ما عرفتي اسألي مرة تانية، جيبي حدا يترجم لك. قد يكون أحيانا في بعض الأمور من المطلوب أن لا يكون الطفل هو المترجم، مثلا المعلمة تريد أن تعطيك بعض الأمور يلي هي الولد ضعيف فيها جدا أو قليل الأدب في أمر معين أو رائحته غير جيدة، لا تتحرج أن تقول هذا الكلام أمام الولد. فلازم يكون عندك إذا ما تفهم اللغة تلاقي طريقة تأخذ واحد معك يساعدك، كمان لا تستحي. والحمد لله يعني صار في بين إخواننا، يعني البارحة أتاني سؤال من منطقة النمسا العليا أن عائلة سورية تريد أن تذهب إلى مصلحة العمل أو المدرسة وتريد من يساعد. والله خلال نصف ساعة أو ثلاث أربع الساعة بعد ما بعثت السؤال للناس على الصفحة العامة أتاني ثلاثة أو أربعة يريد أن يساعدوا مباشرة، حتى الأخوة قالوا خلاص الحمد لله شكرا يعني أتانا من يساعد. فإذا لا نستحي ونسأل ونطلب وكله أمر يمكن المساعدة به. المشاركة في المدرسة لا يعني فقط تذهب وتسأل على ابنك وتمشي، في شيء اسمه هنا إلترن سبريختاغ، يعني اجتماع الأهل يجتمعوا والأهل يتحدثوا مع بعضهم والأهل يتحدثوا مع الأستاذ بدون الأولاد تقريبا كل شهر شهرين مرة. مين غايب؟ أكثر من يحتاج، ما موجودين الجماعة. ليه؟ نسيت، ما عرفت، ابني ما قال لي. الحجج دائما جاهزة. هذا الشكوى كمان من المعلمات إنه ما شاء الله عليكم جماعتكم دائما عنده حجة مرتبة دائما بهالشغلة، فيلتمايستر أبطال عالم دائما عنده الحجج. فهي يا أخي إذا الحجة كانت ومشيت الحجة، طيب الولد يلي مستقبله عم يروح. أحيانا تحس والله من المعلمة أن محروق قلب على الولد أكثر من الأهل، ما بيصير، يعني كثير ضروري. بيجيك شغلة معينة، السفر رحلة مدرسية، ما معنا مصاري، طلبوا منا 300 يورو 400 يورو، هي أحد الشغلات، بدنا نلاقي طريقة نساعد بعضنا في طريقة حتى تذهب للمدرسة بينك وبين المعلمة. الإلتن فرين يعني جمعية الأهل يأتيهم مساعدة من الوزارة ويساعد، تدفع أنت 100-150 يورو وهن يدفعوا 250 يورو. الأخوة أنادي نداء لإخوتي كلهم، يعني في هذا الأمر لازم الكل يساعد أكثر من الأكل والشرب والدفن والموت أكثر. ما بيصير ولد يتأخر عن أمره الدراسي لأنه أهله ما معه المصاري، هذا يعني هذا أكثر من الموت أكثر من الدفن. لما عم يموت الواحد نركض كلنا وتبرع لما بيكون مريض، هي أكثر
وتكاليفها تكاليفها أقل بكثير، 50 يورو، 100 يورو، 200 يورو، مو ألاف. فأيضا لا تستحي، ما معك 400 يورو، ما معك 300 يورو، معك 250 يورو، اتصل بإخواتك، اتصل بأهلك، اتصل بجيرانك، روح على المدرسة قل له ما معي مصاري، ويعرفوا حتى إذا ما استطعت أن الأمر مادي. بيجيك شغلة تانية، الأمر الثقافي. شو العلاقة صفرة الولد بالتدريس؟ يقعد ببيته، شو رايح لي شي فارن يعني سكي تزلج على التلج، على الثلج؟ لا، يقعد ببيته. لا، الأنظومة المدرسية، العلاقة بين الأولاد والسفر وقوة وإمكانية الكلام مع بعضهم، وأحياناً حل المشاكل مع بعضهم، والعلاقة مع المعلمة أو المعلم خارج إطار المدرسة وبشكل طويل، أيضاً جزء من الأنظومة المدرسية. تعرف صرت لمعلمتك، لما البنت بتكون معها أسبوع للمعلمة، تعرف كيف بتفكر، تعرف وين بتنرفز، تعرف شو بيزعجها، تعرف رفقاتها إذا في شغلة ما عجبتها منها تسألها، تأخذ وتعطي معها. يأتيك بعض الإخوة من يقول ولكن لا، هاي في ثقافتنا البنت ما بتطلع، ما بتنام برات البيت. أخي وين؟ وين؟ بأي ثقافة؟ الثقافة هي أن تكون منتبها أين هي موجودة، أين مسافرة، علاقتك معها ممتازة، هذا هو المطلوب. أما الجسد، ممكن أن تكون بنتك أو ابنك عندك في البيت وفي سريرهم وتحت الغطاء وهو بالموبايل، الله يعلم ما يفعل. فهذه الأمور التي نحن نظن أننا إذا حجرنا على الولد أو على البنت لن يعرف ما يحصل، وأخلاقه ما شاء الله راح تكون ممتازة، مو عرفان شيء الولد، هذا ننساها لأنه عرفان أكثر منك، وكل شيء مفتوح له. إذا منعته من شيء سيأخذه خارج علمك أضعاف. وكل ممنوع مرغوب، كمان مثال. فإذا لا، هل يعني أننا نقول روحي يا بنتي وأنا ما لي علاقة، أو يا ابني وما لي علاقة؟ لا طبعا، لازم تعرف وين رايح ابنك، شو رايح. قد يكون في بحالة خاصة أمر معين يحتاج دراسة أو تدقيق. أنا هنا إخوتي لا أستطيع أن أعطيكم في خلال ساعة من الزمان حلول لكل شيء، ولكن الأصل في الموضوع المشاركة في كل ما تقوم به المدرسة، مع الرحلات، مع مثلا هنا برنامج جميل جدا يعجبني جدا، وهو يسموه هنا الليزناخت، يعني ليلة القراءة. تجلس، تأتي أنت بشيء معك من البيت ببطانية، وتأتي إلى المدرسة وبالليل يقرأ، وتأتي بكتاب ويقرأ. ليزناخت، ما في أجمل من هيك، ما في أروع من هيك، أنك تقرأ وتحكي مع زميلك عن الكتاب الذي تتعلم به أو تقرأه الآن، معلم قراءة طبعا كله علم، وتأخذ وتعطي وتعبر عن الموضوع اللي عم تقرأه، مهم جدا. فإذا لا نستاهل ونقول هذه حريتنا. أحد الأخوات قالت لي أليس هي حرية أن أبعث بنتي أينما أريد وكيفما أريد؟ قلت هذه ليس تابعة للحريات، أنت واجبك أن تعطي الولد أكبر فرصة ممكنة لسيره القوي في المجال التدريسي وفي المجال العلمي. وهناك بعض المدارس وخاصة الخاصة توقع عليها قبل البداية عقد فرتراك، أوفوا بالعقود، أنك تلزم نفسك بأن ابنك أو بنتك ملزمة في كل البرامج المدرسية، أبداً إجباري، ما بدك لا تحط ابنك عنا، روح مع السلامة. نحن نقول ولو لم تكن ملزماً
ملزما أدبيا وتربويا من ناحية الولد. ولا تفرق إخوتي بين الشاب والبنت، أولادنا متساوون بنت وشاب. نسمع كثيرا من الأهل البنت لازم ترجعي قبل المغرب على البيت، لازم تكوني الساعة 5 بالبيت، الولد تراه يتسكع للواحدة بالليل واثنين بالليل وأيام ينام الله عليم وين، ما في مشكلة، ما قرب شرفنا، ما شاء الله ممتاز رائع كل شيء تمام. لا أبدا، ما في شيء تمام إذا فرقنا. لازم نعرف أن البنت والشاب شخصية متكاملة، لازم يوصلوا للدرجة يلي هن يعرفوا الخير من الشر، هن يكون عندهم الرادع الداخلي، ما ينتظروا أبوهم لأنه شافهم أو فلان شافهم بالشارع وصوروا بالواتساب وبعد صورته لأبوها، شوف بنتك وين وشوف ابنك وين. لا، ما هذا اللي بدنا إياه، وإلا ننتج جيل منافق، جيل يضحك علينا، جيل ممثل بيمثل، مثل إذا كنت عم تصلي أنت وبدون وضوء، حد رح يعرفك؟ حد رح يعرف أنت بتوضي أو لا بتوضي؟ نفس الشيء البنات، وهذا وعدتكم أتحدث ببعض الأمور الحساسة، مثلا موضوع حجاب الصغيرات، أنه بعض الأهل بيقول لك عود البنت وهي عمرها 7 سنين 8 سنين 9 سنين أنها تتحجب، لبسها حجاب. أخي كل هي الفكرة تبع عود البنت لبسها، حجبت بنتك، هي ننساها. ما في أنت حجبت بنتك، في هذه البنت شخصية مستقلة تتربى أنها عندما تكبر وعندما يكون عندها البلوغ الشرعي والعقلي، ليس الشرعي فقط بالحيض، أبدا الحيض ممكن يكون أيام 9 سنوات المسكينة وهي طفلة، الشرعي والبلوغ العقلي والرشد. أصلا حتى بعض الفقهاء يقول لك سن الرشد، الرشد قد يكون فيزيائيا وصلت صرت تعتبر بالغ، ولكن الولد عمره 7 سنين، الولد عمره 11 سنة وأبلغ، صار بالغ؟ لا، لساته ولد أبدا، لأنه ما بلغ سن الرشد. نأخذ وقتنا مع الولد شوي شوي. لذلك ليش المساكين بتروح بتقول للمعلمة والله أبي اللي جابرني، وبتكون صادقة المسكينة، صادقة وهي ما بدها، وأقصر عليكم الطريق. أنا بجيب لكم الآن حوالي 20 قصة، كل البنات يلي نعرفهم أجبروا في الصغر خلعوه في الكبر. بتكون أكثر من هيك؟ أخذوا موجودين يعني شاهدين، يلي جبروا بالصغر خلعوه في الكبر. تقريبا كل من نعرفه، حتى بأخوة هنا موجودين عم يهزوا برأسهم من القدامى. فالحكمة ضالة المؤمن، لما عم نعطيكم شيء جربناه من 30 سنة و40 سنة، خلاص أخي اقتنع، ما في داعي. فإذا الرأي، ولي خطبة في هذا المجال، يعني من يحب أن يتعمق في هذا الموضوع، موضوع الحجاب، لي خطبة جمعة اسمها حجاب الصغيرات، يعني إذا كتبت اسمي طرف بغجاتي حجاب الصغيرات فيه تعمق في هذا الموضوع، ولكن لن نعطيه أكثر من حقه لنمشي بسرعة. مع ذلك نحن ضد أي منع قانوني للحجاب، تعرفوا ذلك من يتابعنا على الفيسبوك وغيره، نحن من أشد الممانعين لأي منع قانوني، هذا مفروغ منه، ضد أي منع، ولكن بنفس الوقت نشرح للناس أنه ليس لا داعي له في سن الصغر. الأعمال التطوعية، أن الطفل خارج إطار المدرسة، أحيانا يكون عندهم في المدرسة حفل آخر المدرسة، حفل يبيعوا فيه أكل، يشرح فيه كل واحد على بلده الأصلي. أولادنا كثير منهم يتكاسلوا للأسف في هذا الأمر، يتكاسلوا يقولوا ما في داعي، لا نشجعهم، يعني ما يصير في أي شيء في المدرسة إلا ويكون أولادنا موجودون. وخاصة اليوم
ليس هو مجبور أن يشرح مشاكل سوريا من الناحية السياسية أبداً، ليس مجبور أن يشرح القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتاريخ الصهيونية، هذا ليس مجبور فيه الولد. كمان نعلمه للولد إذا أنت سئلت أيام الأستاذ بيكون مسكين ما بيعرف، بيقول له للولد احكي لي ليش صارت الحرب بسوريا أو ليش صار الثورة عندكم، طيب المسكين ما بيعرف ينحرج، فوقتها يقول أنه لا يعرف. يسألوه أحيانا على فلسطين وإسرائيل والقضية الفلسطينية ما بيعرف، فيقول أنه لا يعرف ولا يستحي. ولكن باعتبار الولد صاحب لغة عربية، باعتبار الولد عنده خلفية معينة، ممكن جدا هو يتبرع بإلقاء محاضرة بسيطة عن بلده الأصلي أو عن موضوع معين أو عن شاعر أو عن فنان أو عن رسام أو عن رياضة. يعني لا الولد نعطيه فكرة. إخوتي نحن مع الاندماج بمعنى المشاركة، ولكن ليس بمعنى الانصهار الكامل. ليش؟ ليش؟ ما عم نحكي فقط ريثريك سلاي خطاب، لأنه لازم يكون عنده معرفة أنا لست ابن الشارع ولست ليس عندي حضارة ولست صاحب ثقافة، لا عندي وأعرف، ونحن أصحاب فلسفة وأصحاب دين وأصحاب لغة وأصحاب فكر. هذه الأمور التي تغيب حتى اليوم في غالبية المدارس في البلاد العربية والإسلامية ممكن هنا أن يقوي نفسه بها. نحن خذ تاريخ الأندلس، نحن تعلمنا وكأن تاريخ الأندلس كله جنة الجنان في الأرض، مو صحيح. تاريخ الأندلس فيه أيام سوداء، فيها أيام بيضاء، وفيها أيام بالنص رمادية، فيه مشاكل وفيه أوراق وصفحات ناصعة البياض. فإذا يتعلم، يرى حتى أحيانا بالمراجع الألمانية ما لا يجده بسرعة للأسف في المراجع العربية. أنا لما أدور على الشغلة التاريخية بعام كذا بدي أعرفها بوقت العباسي أو وقت الفاطمي أو شيء، أحياناً أصل للمعلومة أسرع بالألماني، تصوروا. مع أنه المنطق بيقول لك لازم توصل بالعربي أسرع، التسلسل التاريخي. نحن مشكلتنا أحد المشاكل كمان، هاي نقطة جديدة احفظوها، أنه تاريخنا نأخذه كأنه حكواتي قصص بدون طابع، هي من 1000 سنة أو من 200 سنة لا يعرف الولد. نفس القصة، لو إمتى كانت؟ طيب من 200 سنة شو كان بالعالم حواليك صاير؟ الله أعلم. طيب من 1000 سنة شو وقت من العباسيين إمتى كانوا؟ صليبيين إمتى كانوا؟ ما حدا بيعرف. فإذا هذا ضروري جدا، الفهم التاريخي والفهم الجغرافي. أولادنا هنا في هذا الأمر إخوتي ممكن أن يسبقوا أمثالهم وبسرعة. ليه؟ لأنه عنده القدرة يرى أمور مختلفة ويرى ثقافات مختلفة. نفعل عندهم هذه القوة، فعلت عنده يسبق غيره لما يكبر، لما تقوى لغته بيسبق غيره بالحديث، بصير بيعرف يحكي الأرجومنت تبعه إذا في مشكلة أسرع من غيره. وهذا بعضهم يقولوه، والله بعضهم قالي أيام أرى أنكم تتكلموا وكأنه أيام كلام يمكن فورا أن يطبع وينشر. أحيانا ممكن منشجع الولد على هذا الأمر إخوتي وأحبابي. التعامل مع موضوع الحريات، حرية الولد. طبعا نحن أحيانا الأهل يصدموا والولد يصدم، لأنه ما لم متعودين على مسألة الحرية، إن الحرية أمر عادي، متعود إنه دائما لازم تسأل، دائما لازم في قمع معين،
لازم في قوانين معينة حاكمتك داخل العائلة. شو بيصير بعدين؟ إما بيصير عنا ردة فعل عكسية ونقول لا هي حضارة غربية، هي التفلت للأمر، مسيك الولد انتبه عليه لا تخليه، الشيطان رح يركبه بيتعقد الولد، ونرجع لنقول رح يعمل شو ما بده أصلا، طمن رح يعمل شو ما بده، طمن طمنك أنا بوقع لك الآن على مسؤوليتي رح يعمل شو ما بده، فريح نفسك. الفريق الثاني المساكين، وهذا نراه، الولد يرى أنه حر وهم يفعل ما يريد، يدخل أيام يدخل بالشرب بالكحول، بيبدأ بالسجاير، يتحول بعدها للمخدرات، يتحول بعدها لأصدقاء السوء، وتأتي مصائب ما بعدها مصائب. لذلك نعم للحرية، ولكن تعريفا، وهذا الحكي نمساوي يعني ما عم بحكي بس فقط عربي وإسلامي، حتى في النمسا الحرية هي المسؤولية. أهلا بالحرية، عندك شعور بالمسؤولية حتى بتقوله لأبنك شوف يا ابني، شوف يا ابني، انت كل ما بتحس ان مسؤوليتك شعورك بالمسؤولية اكبر حريتك اكبر، بس ورجيني حقك كأهل. ما عم نقول نادين بالحرية عبيل شو ما بدك، لا، حرية بلا مسؤولية مصيبة، لانه ليست حرية. تعريفا هي الحرية يكون عندك شعور بالمسؤولية. طيب صارت في حرية وصار في مشاكل والولد ماشي حاله بالمدرسة وبهدلنا قدام الناس وصارت مشكلة طويلة عريضة، لازم نعاقب الولد. شو منعاقبه للولد؟ شلون؟ ضرب شغال بهالبيوت، كف على خلقته. ضرب لأن العنف الجسدي هنا من الناحية التربوية أولا لا يفيد، بالعكس يضر. تربويا الضرب ليس حل لأي مشكلة، وبالعكس يعطي الأب بموقف الضعيف والأم بموقف الضعيفة أمام الولد وليس بموقف القوي. ليس القوي يو بالسرعة يلي بيضرب، فإذا من الناحية التربوية ممنوع. طيب من الناحية القانونية تخسر ابنك، تضرب الولد، يروح على المدرسة بيشوفوه صاير عليه زراء، عليه مشكلة، شو صار يا حبيبي؟ أبي ضربني مبارح، تعال اتصلوا بمصلحة الطفل، وهذا حقهم بل وواجبهم، لا حدا يجي يشكي اللي أخذوا ابني. أنا يجيني يا إخوتي والله كل أسبوعين ثلاثة تليفون في مشاكل بالعيال، بلو ضربت الولد، والله يا أستاذ طرفه فلتت إيدي. فلتت إيدك؟ لا أخ، لا تفلت، ما بصير فلتت. طيب شلون فلتت؟ والله الولد بالمستشفى. بالمستشفى ضربته، يعني ضرب مو ضرب عادي، ضرب مبرح. طيب شو بدك تعمل مصلحة الطفل؟ يقول لك شكرا، يعطيك العافية، كتر خيرك، رح ياخذوا الولد. أخذوا الولد لعيلة مسيحية، ياخذوه لعيلة شيوعية، لعيلة يهودية. هم مصلحة الطفل هنا مصلحة الولد. ما في عائلات مسلمة تأخذ الأولاد، لأنه جماعتنا ما بيسجلوا حالهم. ما في عائلات مسلمة بتروح بتسجل حالة عند المدينة البلدية النمساوية بتقول أنا مستعد إذا أي حال صار شيء مستعد أخذ ولد شهر شهرين، تقبض عليه، تأخذ عليه فلوس، بس أنا بحترمه بحطه عندي وكل شيء لبين ما يتحسن الوضع. ما في عائلات مسلمة تقدم نفسها. شو بدنا نساوي؟ تعا يا طرف بغجاتي، وتعا يا عمر الراوي، تعا يا فلان رجع لي ابني. ما بحسن البرجر محافظ في رئيس جمهورية، ما فينا يتصل بمصلحة الطفل. رئيس جمهورية، المحافظ، رئيس الوزراء، هي اسمها مصلحة. صحيح هن الموظفين عند الحكومة، ولكن بالألماني يحفظوها، بالألماني اسمها فايزونغ أونجبوندن، يعني غير قابل أن يستلم أمرا من أحد حتى من الوزير. الوظيفة تبعه
الأولى والأخيرة الاهتمام بمصلحة الطفل. فكتير كتير مهم هذا الأمر، التعامل مع الحرية. وبنفس الوقت إخوتي، أيام بيكون شيء من العقوبات ممكن، ما بعرف أنا، صعب أعطيكم وسيلة للعقوبات. تسحب الموبايل منه ما بيمشي الحال، تأخذ منه الخرجية الفلوس ما بيمشي الحال، والله ما بعرف، يعني صعب. بعرف أنا، يعني أنا أتكلم إخوتي كمان، أنا عندي شخصيا 4 أولاد الحمد لله تربوا كلهم، وأصغرهم 17 سنة وتجاوز، ولكن كل هذه الأمور مررنا بها كلنا. يعني أنا عم حاضر اليوم من خبرتي ومن ما نسمعه من الناس ومن الشكاوى التي تأتينا، ولكن كل إنسان بحد ذاته هو المحاضر في بيته، هو المسؤول عن الموضوع. طيب هلأ رح نحاول بسرعة مشان نفتح باب الأسئلة للأخوة إن شاء الله. طيب التعامل مع الجنس الآخر كمان موضوع حساس، وعدناكم بالحساسية فندخل شوية على الأمور الساخنة. كثير منا معاشر العرب والمسلمين يظنوا ينظروا إلى أي علاقة بين الجنسين من وجهة نظر الجنس، يعني شباب وبنات عم يحلوا مشكلة رياضيات ماتيماتيك مثلا، عم يزوروا متحف ويتحدثوا عن لوحة، أكيد له علاقة البنت والشاب. يعني أنا مالي عم بعملكم ملاك وجاي أنه ما في علاقة أبداً ولا كأنه في شيء، وخاصة في عبر المراهقة. لا طبعاً في بنات وفي شباب، ما عم نقول أنه كله نفس الشيء، ولكن ليس كل شيء هو من النظرة الجنسية الضيقة. فترى أحياناً إذا 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 شاب جاء SMS، جاء ورقة، جاء وظيفة من زميلة عنده في الصف، أو بنت من زميل لها، ترى وكأن العائلة ترتبك وكأن الشيء غير عادي. هو فعلا المساكين غير عادي بالنسبة لهم، غير عادي، ولكن هنا عادي. فإذا أيام البنت المسكينة ما بتعرف شو صاير، شو هن أبي وأمي، شو صار لهم إنه اتصل فيه شاب، شو صار لهم، الدنيا قامت وقعدت، وكأن الدنيا وكأن البنت والعياذ بالله أخطأت في شرفها إذا حدا اتصل فيها تليفون أو بعت لها SMS. فهي بدها يا جماعة يا إخوتي ويا أحبابي، وهذا والله هو عصب ديننا. يعني رو كل قصص الصحابة وأهل البيت والسيدة سكينة والسيدة فاطمة والسيدة عائشة والسيدة خديجة، كله كانوا يتناقشوا ويأخذوا ويعطوا مع الناس. والمرأة تجي تدخل المسجد لعند الإمام بين كل النساء وتسأل الرسول الله صلى الله عليه، تسأله بالمواضيع الجنسية اللي الرجال يستحوا يدير وشهم، وهي تسأله قدام الناس، بدي أعرف بدي أتعلم. هلأ إذا دخلت بنت لعندي لهون كلكم تطلعوا وتقولوا الشغلة غريبة، شو هي، وين، مالها مرباية، شو جاي، لا مرباية بتتعرف بتتعلم. فإذا كل هذا الحساسية الغريبة العجيبة المخترعة والتي ليس فيها من الدين في شيء، وهي التقاليد شبه بالية، إنه المنع النهائي والإغلاق المحكم على كل شيء، بيطلع الولد ما بيعرف يتصرف المسكين مع الجنس الآخر، بيروح بيشتغل بشركة بتكون رئيسته في العمل أنثى، ما بيعرف يتصرف معها، ما بيعرف يحكي معها، ما متعلم. فإذا ضروري جدا أنه يكون عندنا شيء من الأريحية بالتعامل بين مع موضوع التعامل مع بين الجنسين. موضوع المراهقة يحتاج طبعا محاضرة بحد ذاته. التعامل مع مسألة المراهقة، كل إنسان عنده أولاد بين 12 و19 سيأتيه أخذ وعطى ومشاكل وجع راس ونقاش وعياط وزعل والروحة، وأنت ما بتفهموا وأنت ما بتعرفوا وأنت بتعرف، هذا كله هذا شو جوابه
ليس عندي الوصفة السحرية، ولكن عندي وصفة شبه سحرية، هي الأريحية بالتعامل، الهدوء مهما صار. الولد بعمر المراهقة إخوتي وأخواتي بده يرسم حدوده، بده يعرف أنا لوين بدي أوصل، مع مين بدي أجرب هالحدود، مع مين بدي أجربون، جربون مع أهلي، مع أبي وأمي، بهلكون، أقرب الناس لإلي، بتعبون معي. فإذا هذا الأمر كتير كتير مهم. كنا نريد أن نبحث موضوع التربية الجنسية في المدارس النمساوية فقط بسرعة، أنه أحياناً بالمدرسة الابتدائية من صف الرابع، يعني لما بيكون الولد تقريباً بدأ بعمر 10 سنين، يكون فيه شيء من التربية الجنسية سكسوال بيداغوجيك، يتعلم فيها الأعضاء التناسلية، يتحدث فيها في الدرس كيف يتم إنجاب الأولاد، يتحدث فيها أنه في هذا العضو اسمه كذا وهذا العضو اسمه كذا. وأيضاً هنا يلي يتحرج من الموضوع، وهذا مفهوم إخوتي، كمان شيئاً من الأريحية في التعامل. ليه؟ نحن يلي درسنا بالمساجد والمشايخ، ويلي قاعدين كنا وعمرنا 7 سنين ندرس متن الغاية والتقريب بمساجد دمشق، نتعلم هالشغلات بكتب الفقه. والله الإدخال والإيلاج والحيض والمذي والمدي والمني كله تعلمناه بالجامع عند المشايخ، عادين بكل أريحية. فإذا إذا كان هناك، أنا مرة كان عندي محاضرة لأئمة بأفريقيا عن موضوع ختان الأنثى في غينيا بيساو، فكان في صور عن الختان، مع أنه ليست صورا ولكن رسوما. فإخوتي الأئمة في أفريقيا قالوا لا، لازم يلغى هذا السيشن، يلغى هذه الحصة من الهي. فقلت لهم أخي أنت إمام، أنت تريد بعد ذلك أن تعرف الموضوع، أنت مثل الطبيب الآن بهذا الموضوع، لازم تعرف. والحمد لله يعني أشهد أنهم خلال 10 دقائق شرح كلهم قالوا طبعا عفوا، والله كنا ما متعلمين غير شيء، ما سمعنا هالكلام، نحن متعرفين، بتشوف أي عضو تناسلي بتغمض عيونك، هي محاضرة، هو طب، هو ختان، هو أطفال، هو طهور، نفس الشيء، سكر. لا، ليه أخوتي؟ لأنه ساعتها المسكين الولد بيفكر أنه كل هاي الأمور وكأنه بورنو. نحن لا، بالعكس بدنا نحميه. يعني هذا الكلام إخوتي الله يخليكم، يأتي بكرة من يقول هذا رحنا على جامع والإمام عم يحكي لنا هيك أمور ببيت الله. أخي طبعا، لذلك حماية لإلنا، لأنه إذا نظرنا إلى كل شيء من وجهة نظر جنسية بحتة مع الطفل يمكن أن نفشل. طيب آخر نقطة وبعدين نفتح باب السؤال، باب الأسئلة، وهو هي أنا أسميها وصفة سحرية لنجاح الطفل. يعني بعض الأمور التي أعطيكم إياها وأنا مسؤول عنها، أنا مسؤول، إذا مشيت مع الولد فيها سيكون إن شاء الله ناجحا في مدرسته وبعدها في حياته. أول شيء اللغة، ملكة اللغة، ملكة اللغة بجوانبها وبفلسفتها وبفهمها وبتعبيرها. الألمانية يا سيدي والعربية، هل تفيده العربية بفهم الألمانية؟ تفيده. لا تفكروا إخوتي اللي عم يكون الأب، إذا أنت ما بتعرف ألماني أوعك تعلم ابنك ألماني، أوعك بتعلمه خطأ. إذا عم تحكي مع في أهل هو ما بيعرف يحكي، بيقول له لابنه ريد دويتش متمير، أخي ما رح تفهم عليه. لا يحكي معك عربي، انتبه على عربيته تكون قوية سليمة وممتازة، لأن العربية السليمة وكلغة قوية ورائعة
وعريقة تقويه في تعلم حتى لفظ والكلام اللغات الأخرى وبسرعة. فإذا الألماني مع ذلك العربي أول ملكة. كيف طيب تكون الملكة؟ بس بالدراسة بالمدرسة؟ لا، إذا ما كان عم يقرأ الولد ما رح يتعلم ألماني، خدوه ولو جايب علامات جيدة بالمدرسة ما رح يكون لغته قوية ولو نجح بالألماني. إذا ما عنده كتاب عم يفتحه ويقرأ، إذا ما عم يقرأ جريدة يفتحها ما رح يعرف كيف العالم بتفكر. إذا ما عم يسمع الأخبار بالألماني، هي جزيرة وعربية كل يوم 24 ساعة، الغوة يا جماعة. فرض وليس سنة، فرض إنه نشرة الأخبار تسمعها بالألماني يوميا بالبيت. أنت أولادك حطوا على سايت بيلد أين الساعة 7:30 سايت بيلد سباي، شوف كيف المذيع، أنا منادي ابني دغري بقول له شوفوا كيف عم يسأله، لما المذيع عم يسأل السياسي كيف عم يفضحه، كيف أيام عم يبهتله، كيف أيام عم يحرجه، كل هاي أمور تقوي اللغة. كيف أيام عم يحسن يحكي بدون ما يقل الأدب، ومع ذلك عم ينزل فيه نزلة طويلة عريضة. هي الملكة اللغة. الملكة الثانية الرياضيات، فهم الحساب وفهم الرياضيات. الواحد زائد واحد يساوي اثنين، واثنين زائد اثنين يساوي أربعة. هي بداية الطفل من لما بيكون بالكيندر جارتن بتعلموا إياها بالحجار، بتعلموا هي الطلعة هي النزلة السرعة، كل هالأمور هي يلي نحنا صعب نشرحها للطفل. ما عندنا الملكة الفهم موضوع السرعة، فهم موضوع الفيزياء، فهم موضوع الجاذبية، إنه هي نزلت ليش عم تنزل يا أخي، نيوتن بتفاحة نيوتن بس هالسؤال سأل فقط حاله ليش عم تنزل ما عم تطلع، أم صار نيوتن لأنه شرحها لحد هلأ نيوتن، بس السؤال ليش نازلة مو طالعة. هذا الأولاد نعطيهم هذا الأمر حسب ملكة الرياضيات، ليس فقط بحل مسائل بتعلم. النقطة الثالثة تعلم اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الإنجليزية. وجزد الله كثير من الإخوة، يعني عندنا أخونا الأستاذ سعيد الخضرة هنا، عندنا الأخت خلود الإنجليزي هنا في النمسا، يعملوا برامج ما شاء الله لتعليم الإنجليزي. يأتي من ينتقدهم، علموهم عربي أو علموهم ألماني، يا أخي الجماعة عندهم قوة علموا إنجليزي، علموا اليوم قبل الغد. طيب ليش بقى أخوكم المحاضر عم ينتبه على هالثلاث أمور، الألماني والرياضيات والإنجليزي؟ لأنه هدول اللي بيطلعوا روح الولد بالمدرسة. الولد إذا ناجح بهدول الثلاثة ومأمن حاله أنه ماشي نجح بالمدرسة، خلاص نفد صف الباقي عم يكمل أموره. احتمال الرسوب في المدرسة النمساوية بهدول الثلاثة، أنت قوي فيهم هدول الثلاثة، خلص نفدت. فإذا دائما فكر ابني عم يقرأ، بيتي عندي مكتبة فيها 20 كتاب فيها 30 كتاب، باخده عم بعمل له مثلا هنا بتجي بتشتري له كارنيت صغير بدون شرب بلاش، بيروح على المكتبة بياخد الكتاب اللي بده إياه أسبوعين، ممكن يأجل الأسبوعين بالإنترنت. من زمان كنا ندفع عقوبة 15 يورو فورا إذا ما تأخرنا، أولادنا تأخروا بترجيع الكتاب، الآن بالإنترنت بيدخل بيأجله 6 شهور كمان للكتاب. ما في قراءة بالبيت، ما في علم، ما في فهم، ما في حس رياضي، للأسف راح تكون وقته للأمور صعب. فهي الوصفة السحرية السريعة يعني يلي مشان تاخذوا شيء عملي بهذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يكون كلامنا عملي أكثر ما يكون نظري. ليه؟ لأنه ما عندنا وقت، الوقت لا يسمح. نحن عايشين بوقت إخوتي سرعته لا توصف. إذا ما لحقنا نفسنا، وهنا نحكي على الجالية العربية والمسلمة وخاصة الجديدة، إخوتي النمسا الآن تعيش بأحسن أيام الاقتصاد،
يعني حتى خلافا انتم الان وضعكم تلاقوا شغل هون او ابنك يشتغل اسهل من 2008. 2008 كنا عايشين بأزمة اقتصادية عالمية، الولد صار عمره خلص المدرسة 9 سنوات تبعه، دخل بالصف العاشر. طيب الولد ما خرجه يكمل بكالوريا، تعبان ما عم يمشي حاله، شو منقول له؟ والمدرسة عم يقولوا له روح صير نجار، صير طباخ، صير عامل بناء، صير كهربجي، صير مصلح سيارات، صير خبير كمبيوتر، نحن بعضهم يأخذها وكأنها إهانة، وكأنها إهانة. ابني يصير طباخ، ابني يصير كهربجي، كهربجي. إخوتي في هون الآن ما بيسموها ليرة قد ماتورة، ليرة أنك تتعلم حرفة، ومع الحرفة ممكن بعد فترة تعيد البكالوريا أو تعملها مع الحرفة سوا. فإذا إذا كنت عندك هالوصفة السحرية هي، إذا الولد لغته الألمانية جيدة، لغته الإنجليزية جيدة، عنده حس ماتيماتيك ورياضيات وفيزياء، ودخل صار بالكهرباء، رح يطلع عبقري كهرباء يضع بجيبه بعد 5 سنوات 20 خريج جامعة. ولكن فهمان كيف السيستم ماشي، بيروح على البناء بجوز يصير صاحب شركة بناء أو مختص بموضوع صغير من البناء. عصرنا الآن عصر الاختصاص، إذا اختص الولد في أمر معين ولكن عنده إلمام بأمور أخرى، هاي السحر بالموضوع، مختص بأمر بس فهمان بكل شيء من هو من هو. وإن شاء الله والله تأتينا الآن، أعطي النقطة الإيجابية، يأتيني حتى على إخوان السوريين والعراقيين والفلسطينيين، في منهم يقول لي بعض المدرسات والمدرسين ومديري المدارس إنه لو كان كل أولاد أبناء المهاجرين مثلهم لأولاد اللاجئين بالذات السوريين لكانت نظام التعليمي أحسن بكثير. فإذا لا نستاهل بأنفسنا، نحن ما جايين شحادين وما جايين فقط نمد اليد، بالعكس جايين بسرعة نأخذ، لا نستحي، نمد اليد عندما نكون في حاجة، والنظام معنا والحياة معنا، ولكن نتطلع لليوم الذي نحن نعطي فيه. وصلنا لمرحلة العطاء، وصلنا لمرحلة أننا صرنا جزء من المجتمع في مجالاته الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. جزاكم الله خيرا وشكر الله حسن استماعكم، شكرا جزيلا. تفضل. أهلا وسهلا. نعم. يعطيك العافية أستاذ طرفة، الحقيقة محاور كتير مهمة وبدها شرح أكثر واستفاضة أكثر. المشكلة نحن في الغالب هلأ عند الأهل، توجهت للأهل بشكل مباشر بالأخص القادمين الجدد، أنا كيف بدي أردم الهوة بين الأهل والأبناء بموضوع التربية. حكيت بحضرتك عن تجربتك بتربية أولادك، إنما أولادك يعني خلقوا هون وتربوا هون، وما بدي أنا هلأ أطري بمدح حضرتك بموضوع التربية، إنما كان المشكلة وين؟ المشكلة عند القادمين الجدد اللي كان متعود على نمط تربية معين ببلده، وجا وتفاجأ بشيء مختلف تماما عن كيف بده هذا، كيف نحن من هلأ نعيد تنميته الأب، تنمية الأهل بشكل عام ليكونوا فعلا يعني يخرجوا عندهم مخرجات أبناء يكونوا صالحين للمجتمع. صحيح، طيب مفهوم. والموضوع الآخر والأهم، حكيت عن موضوع المشاركة بموضوع الرحلات، ولا هل مطلوب نحن منا انه نشارك بالرحلات بشكل مدني بعيدا عن عقيدتنا وديننا؟ كيف بدي انا اقنع حتى القادمين الجدد انه كيف بدي يعني شلون بدي اقول لك بدي اوفق تماما. نعم. بين تمام بين مفهوم. تمام. توفيق. شكرا. توفيق بين الموضوع. شكرا. نعم. لك تكرم. تمام. ما في سؤال ثاني، انا بدي احكي اذا ما في كمل سؤال. طيب تفضل. 2 3 طيب
نظام التعليم عندنا بسوريا بيعتمد او ببلدان العربيه مشان ما نحدد بلد معين. انت ما تفضلت، في شيء بيعتمد على الحفظ من الطلاب، في شيء بيعتمد على الفهم، في شيء بيعتمد على الحالتين مع بعضهم. وفي عندنا كثير اطباء تخرجوا بيعتمدوا على الحفظ وكانوا فاشلين بمهنتهم، في والعكس صحيح. يعني كيف كمان انا هلا هون بعد ما انا عندي نظام معين لابني ان كان سمعي او بصري او هي، كيف بدي ارجع انا هلا برمجه من اول وجديد؟ هي المشكله. يعني انت عم تطرح مشكله ما عم تطرح حل، بدي حل انا. طبعا تفضل. تكرم تكرم ان شاء الله. في اسئله اخرى ولا؟ تفضل اخي الكريم. السلام عليكم. شكرا جزيلا استاذ طرفة على المحاضره المهمه جدا. الله يخليك. السؤال بدي اخذ السؤال من الاخ، كيف ممكن نوفق بين، لانه اكيد في شغلات مناهجنا العربيه بشكل عام كذب او مش دقيقه، في اكيد نفس الشيء بالمنهج النمساوي شغلات تماما تحديدا موضوع ما يخص فلسطين واسرائيل وما الى ذلك. موضوع اخر اللي هو موضوع الهويه الجنسيه اللي هو ذكر وانثى والجنس الثالث المثليه الجنسيه. تمام. كيف ممكن نقدر نوعي ابنائنا واطفالنا؟ لسه ما صارش عندي ابناء ان شاء الله يعني لقدام ان شاء الله، بس كيف بقدر اتجاوز تمام. هذه المشكله او هذه المحنه. نعم نعم. وتماما برضو موضوع اخر، موضوع الدين، كيف ممكن نوفق بين هاي الشغلات كلها سوا؟ شكرا جزيلا. تمام. ما شاء الله، يعني أسئلة كثير كثير مهمة. يعني هي نوعا ما هو الأصل المحاضرة، يعني فيها تعقيب على الموضوع ولكن نحاول ندخل فيها بداية الهوة بين الأهل والأبناء. الهوة بين الأهل والأبناء لا تأتي إلا بالانفتاح بينهما وكسر الحاجز النفسي إنه أنا عندي هيبة غير عجيبة غريبة هو أبي، بوس ايده وبعدين كذب عليه. هي المصيبة، وهي بصراحة بيني وبينك مصيبة عنا. يعني ما مو انه هنيك ممتاز ما شاء الله والوضع ماشي ممتاز، لا، هي امراض اجتماعية انه الاب بيكون اخذ مركزه ولكن العيلة كلها عم تضحك عليه وعم يمشي. والنقطة يعني جزاك الله خير، النقطة مهمة إنه الأب والأم أيام بيكذبوا على بعضهم. الأم بتكذب على الأولاد، الأم أو الأب بيقول له لابنه هو هي عطيتك مصاري بس وعك تقول لأمك، أو روحي أنت عملي هي بس وعك تقول له لأبوك. فإذا جوابي السريع، لأنه ليس في وقت للاستفاضة الكاملة، الانفتاح الكامل وعدم خلق شخصيات مثالية كاذبة. يعني العالم تنبسط، نحن كنا نشوف واحد أبوه يفكر أبوه هو محمد علي كلاي، هو غاليلو، وهو كمان بيلي بالفطبول. ما بيصير. ابن أبوك إنسان عادي مثله مثل الناس، ولكن بالنسبة لإلك هو اللي بيحبك، هو اللي بيحترمك، هو اللي حامل همك، هو اللي أنت بتعزه أكثر من كل الناس. هي القصة. فإذا هو بالانفتاح، بالاعتراف بنقاط الضعف، بعدم الكذب والنفاق في أوساط العائلة وخاصة بين الأب والأم. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية العقيدة والدين. لا إخوتي، لا، دين الأولاد لم يتأثر في حياته بتجاربنا في النمسا من رحلة مدرسية ولا من سباحة في المدرسة. ما سمعنا واحد ترك الدين لأنه راح رحلة مدرسية، أبدا بكل تاريخنا. لا نحمل الأمر أكبر مما هو عليه. قد يكون في ملاحظات هنا ينتبه على هذا الأمر شغلة معينة، هي مضبوطة، ولكن ليس هناك خوف لا على العقيدة ولا على الدين. بالعكس، أيامنا خاف أولادنا لما يصير عندهم ردة فعل غير عادية يصيروا متطرفين. أيام نخاف على تطرف الولد مثل ما نخاف على انسيابه أو تركه للدين. فإذا الجواب إعطاء الولد المساحة
من الحرية وبنفس الوقت تعريفه بدينه بشكل صحيح. أعطيك مثال، أولاد الأخوة تابعين مذهب الحنفي، الأحناف أخوان الأتراك، لا يجمعوا الصلاة، ما في جمع صلاة بالمذهب الحنفي، مع أنه أحنافنا تبع سوريا بياخذوا بغير مذاهب بقلدوا. عن الأتراك لا، عندك أنه راحت عليه الصلاة، نحن منعلمون، بقول له أخي اجمع، أنا بكون بالسجن معه، بقول له أنت اجمع، أنت مسموح، أنا شيخك وأنا إمامك واجمع وبلا مشاكل، أنت مسافر اجمع، أنت بالمدرسة اجمع الصلاة. ويحق، وكتبت فيها مرة مثلا فتوى الجمع في الصلاة لأبناء المدارس، مسموح يا جماعة، مسموح الجمع، خذ الوقت اللازم الممتاز وصلي به جامعا باطمئنانا محترم بالصيف، أيام الصيف مثل هلأ أيامنا لما العصر بيتأخر، صلي ببيتك، ما في داعي تصلي بالمدرسة أصلا. وأحكي لك قصة يلي بيخافوا على البنات وعلى الأولاد. بنت سافرت مع رفقاتها بالصف بالمكان النوم، يعني خمسة بالغرفة، فقالت لهم بس أنا بصلي. شو بصلي؟ قالت لهم بس أنا باخذ محلي بتوضى بصلي. قالوا إيه والله حلو صلي. قامت تصلي، قام مرة تأخرت وكانت تعبانة ونامت وما صليت، اجوا رفقاتها النمساويات نكشوها، قالوا لها انت اليوم ما صليتي، قومي قومي صلي، ذكروها. يعني فاذا هالموت الرعبه من الموضوع انه انا اذا بنتي راحت معناتها ما راح تصلي او راح تترك الصلاه، منعلمها ممكن يكون في بحاله معينه انحرجتي تقضي حتى قضاء الصلاه وقت بنات صغار، ممكن الجمع، الحجاب، حكينا على حجاب الصغيرات انه بلاها مو شرط، الكبار لا، الحمد لله النظام النمساوي نظام يعترف بالدين الاسلامي مثلنا مثل الكاثوليك والإيفانجيليش واليهود والبوذيه وغيرهم، والمعترف عليه الاسلام كدين رسمي ليس كمثله في كل اوروبا، في النمسا من 1912 يعني من اكثر من 100 سنه الاسلام هو الدين نمساوي، ما دين أجنبي، دينك يا ابني. أنت لما عم يجي أستاذ الدين بالمدرسة ويعلمك باللغة الألمانية عم يقبض مصاري من المدرسة من الحكومة النمساوية، ونحن والهيئة الإسلامية تضع البرنامج بحريتها، ما في وزارة أوقاف تعطيك البرنامج، أنت بتعمله كمسلم نمساوي، تعطيهم مشان يشوفوه حقهم شو عم تدرس، تأخذ الموافقة بالأخير لما أنت اللي بتعمل كل شيء، أوتونومي كامل. فإذا هذه الأمور نعطيهم، أنت دينك دين متأصل في النمسا، دين ليس قديم، دين صار ثاني ديانة بعد الكاثوليك، هذه الأمور كلها نشرحها. رمضان الصيام مثلا، تأتينا الشكاوى بيكون الصيام الآن هلأ، الله يجزي خير على هذا المثال، مثلا جاي الآن لسه أيام صعب صيام رمضان، بالابتدائي يا جماعة ما في داعي، ما في داعي للولد اللي 7 سنين عم يروح على المدرسة، تشوفه المعلمة وجهه أصفار، عم ينام، ما عم يحسن يمشي مع المدرسة، ما عم يحسن يلعب رياضة، ولد 7 سنين شو بتقول له؟ نلغي له رمضان؟ لا ما بنلغي له يا، نقول له أخي لا، ترجع على البيت كيف كنا نحن نعمل بسوريا درجات المادنة، يصوم ويفطر الظهر، نعمل له اياها بالعكس، ترجع على البيت بتاكل الغداء وبتصوم، بعد الغداء بتصوم ونفطر سوا المغرب. ليه؟ لانه المغرب بيكون على رواق والاذان وبيتعلم انه يصوم. وهي طيب ما ولد اكبر عمره 14 سنه وعنده فحص امتحان ورمضان، شو منقول له؟ هنا عندي مقابلتين على الفيديو ممكن تشوفوها، يعني على اليوتيوب، اسمها الصيام في الأيام الحارة، إذا كتبتوا اسمي والصيام في الأيام الحارة فيها تفصيل، إنه لا، خذ أكلك معك، خذ زواتك إذا كنت بدك تصوم، إذا بتعرف حالك ضعيف افطار من البداية، افطار من البداية فتوى، تعرف حالك ضعيف ويتأثر، ما أنك عم تموت، إذا عم يتأثر إعطائك المدرسي لك الإفطار.
ما بتعرف حالك، بدك عم تجرب، تاخذ زوادتك، تاخذ ميك، تاخذ اكل خفيفه، حسيت حالك تعبت كول، ما بدنا يجينا التليفونات الولد اخذناه على المدرسه المشفى. الموضوع الثالث وهذا كله برمجه جديده، يعني اللي عم نحكيه نحن اخي الكريم هذا كله برمجه جديده، موضوع مثلا التعامل مع امور ممكن ان تكون لها انا حرجه، ممكن ان يكون فيها خطا في كثير. مثلا نحن ندرس من عام 1990 ندرس ما مكتوب في المدارس وفي المنهاج المدرسي عن الاسلام، وفي اخطاء كثيره ومنصلح ومنبعث وبيرجع الجواب، وفي كتب بروفيسورة سوزاني هاينة من أشهر البروفيسورات جزاها الله خيرا عملت بآخر التسعينات كتاب كامل عن الأخطاء الموجودة في المنهاج المدرسي عن الإسلام. فنقول لا للولد، أنت تدرس تتعلم ولكن بتناقش حتى الأستاذ وبتلاقي مراجع أخرى، وبكل احترام بكل رواء. يعني واحد سمعنا واحد قالوا له إسرائيل، قام عيط بالصف، آه في إسرائيل، هاي فلسطين، هاي بلدي. لا أخي طول بالك، طول بالك، أنت ما عم تحرر فلسطين هلأ بالمدرسة، تطلب بعدين بتقول إنه في عندي أنا في أمر، هي القدس مثلا، لا مو عاصمة إسرائيل العالمية، ما معترف فيها الأمم المتحدة، ما بتقول هالكلام، القدس الشرقية عاصمة فلسطين إلى الآن هي تعتبر احتلال، تحكي بتناقش تأخذ بتعطي. فإذا مسموح جدا فتح الكلام وعدم أخذ الأمر أكبر. لا تحمل الولد، لا تقول له لابنك حرر فلسطين أنت بالصف، ما شغلتك يا أخي الآن هدي. هل يعني تقبل كل شيء؟ لا، ادرس تعلم ناقش. الجنس الهوموسيكسواليتي المثلية الجنسية موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. ما عجبك؟ مو عجبك إيه، بس موجودة، موجودة بالشام، موجودة بالسعودية، وموجودة بإيران، موجودة عن جارك. فإذا فتح أنه في شيء اسمه هوموسيكسواليتي ونحكي عليها، أنا صراحة أراها لا حرج. الخنثة، نحن تعلمنا الخنثة بالمدرسة بكتب الفقه، هلأ لما النمساويين قالوا، هلأ بالنمسا قبل بشهرين طلع قرار إنه من الممكن أن إذا واحد ليس عنده جنس لا هو رجال ولا هو مرأة إنه يكون خنثى. نحن عنا موجودة بـ 1400 سنة يا جماعة، يعني نحن أيام بيكون عنا عقد جنسية من ناحية تقاليد لا علاقة بديننا بشيء، صارت ثقافتنا فعلا. صارت لما التعامل مع المثلية الجنسية، روح قصص أبو نواس كلنا منقرأ، والشاعر العربي الرائع الجميل الممتاز، را زلمة كان مثلي، شو بدي أعمل له؟ إلغي نشطب أبو نواس من الكتب، نطلب من هي؟ لا. فإذا الشيء اللي ما بيعجبنا أول شيء بنسأل نفسنا السؤال الأول، مجرد المعلومات مسموح؟ أخي تعلم كل شيء، إن شاء الله تعلم عن كل شيء. تقبل الأمر أو عدم تقبله، نحن نقول هي ليس حدا يجبرنا تتقبل، ولكن نحن ننادي بعدم التمييز، يعني لا ما بدنا حدا ينقتل، ولا بدنا نقتل حدا، ولا نحن بدنا نضرب حدا ولا شيء. هذا ممكن يصير وممكن أن تتحمله ولو أنك لا تقبله. يعني الدرس بهالحالة، هل كل شيء أنا أتقبله يعني أنه أنا راغب فيه وأرقص من فرحي؟ لا، هذا مو طالب منك حدا، ولكن تتقبل أنه هيك شيء موجود. فهي الأمور يعني يلي موضوع فلسطين، موضوع الهوموسيكسواليتي، موضوع البرمجة الجديدة، موضوع الدين، تحتاج فعلا إلى برمجة جديدة في العقل دون أن نكون منسلخين عن هويتنا. بالعكس أنا بسميها إخوتي والله العظيم، أنا بسميها اكتشاف جديد لهويتنا، اكتشاف جديد لديننا.
اكتشاف جديد للثقافة واللغة. انت ما عم تنسلخ، بالعكس عم ترجع كل شيء في موقعه المضبوط، فيتقبلك الآخر وبنفس الوقت أنت تتقبل الآخر. هي نوعا ما الأجوبة على الأسئلة الخمسة التي قدمت. في عندنا أسئلة على المباشر ممكن نسألك إياها. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ما رأيك بزيارة المقابر عن طريق المدرسة؟ يسأل الأخ زيد. وهناك سؤال آخر يقول المقابر، عفوا مقابر، نعم، عن طريق المدرسة، نعم. وفي هناك سؤال آخر، ممكن توضيح حول صلاة الجمعة لمن هو في العمل ولا يستطيع الذهاب؟ نعم، ما شاء الله، شكرا. والله راح تضل الأسئلة الأولى هي للمدرسة، بس حتى الجمعة فيها مدرسة، راح نجاوب. سؤال آخر. نعم. يعني إحنا راح نذكر هذا السؤال. نعم نعم، تفضل. إنشاء، أتمنى إنشاء مدرسة سورية قياسا بالمدرسة الليبية يتم فيها استثمار قدرات أساتذة مميزين سوريين موجودين في هذه البلاد. لأننا نجد عقبة في هذه البلاد أولادنا في هذه البلاد أولادنا بإيصال الفكرة لهم باللغة الألبانية، فهو فما هو رأيكم أستاذ الفاضل؟ نعم نعم نعم، والله أسئلة مهمة ثلاثة. المقابر، زيارة المقابر إخوتي، المقبرة هنا في الثقافة النمساوية وحتى في الثقافة العربية والإسلامية هي جزء من الحياة، جزء من الناس كيف بيعيشوا للذكرى. فإذا زيارة المقابر، مثلا المقبرة السنترال فريدهوف، هي واجب علينا كلياتنا نزورها، مو مسموح أو خطأ، لا واجب. تشوف تاريخ النمسا كله بتشوفه هناك، بتشوف الأقوام يلي عم تدفن، بتشوف منطقة قبل ما يصير في عنا المقبرة الإسلامية في المنطقة 23، في إلى الآن في سيكتور مقبرة إسلامية بالسنترال فريدهوف، بنزورها ونرجي أولادنا كنا هون نحن. بتروح على المكان اليهودي بتشوف كيف اليهود قبرهم. فإذا لا حرج ولا حرج ولا حرج، بالعكس روح وشوف وتفرج بكل سهولة، وليس فيها أي حرج لا شرعي ولا ثقافي ولا أخلاقي. حتى مثلا تعلم تاريخ النمسا، مقابر اليهود التي دمرها النازيون، هون في نازيين إلى اليوم بيجوا على المقابر اليهودية ويكسروا المقابر ويرشوا عليها شتيمة على اليهود. شوف أن الدنيا فيها عنصرية، شوف كانوا عاملين فيهم يوميتا بالثلاثينات. نتضامن معهم عندما يظلموا يهود، طبعا تتضامن يا شيخ وإمام وعد إذا مظلومين نتضامن ونزورهم ويزورونا ولا حرج أبدا، لأن المواطنين مثلك مثلهم. هنا العنصرية إخوتي، الأنتسيميتيزم، يعني عداء السامية ما يسمى، يلي عداء سامي يكره الإسلام كمان، يعني 99.9% بيكرهنا اثنيناتنا. لا حدا تفرحوا كتير إذا واحد إجا قال لك أنا أكره اليهود، ما بيكرهك، اطمن اطمئن قبل ما يكمل، عرفوا عنصري، ولكن عم يضحك عليك، عم يفكر أنك أنت عربي، عاتا أي بدغدغ له شوية عواطفه، عرفوا أنه عنصري. فإذا يعني هاي الأمور ضرورية جدا. صلاة الجمعة للعمال الموظفين الذين لا يستطيعون الذهاب ترك العمل، للطلاب وللتلاميذ في المدرسة خاصة ليست فرضا عليهم، بيصلوا ظهرا إذا لم يستطيعوا أن يلحقوا الصلاة. إذا استطاعوا لحق الصلاة نعم، ولكن لا يتأخر ولو عن ساعة رياضة ولو عن ساعة زيارة متحف، لا يقول هذا شيء مو مهم ويهرب، ولا يأخذ الصلاة حجة لترك أي عام شيء نظام مدرسي. فإذا مسموح إن شاء الله ولا حرج. الفكرة الثالثة كمان أريحكم إخوتي، إنشاء مدرسة سورية. طبعا لا مو على العين والرأس، بالعكس هذا الكلام كنا نقوله كلياتنا، مو يعني أبدا لا تفهموا مني أني أنتقص من السؤال، بالعكس سؤال مهم جدا،
لأنه الناس بيقول لك أخي أنا ما عم مشي حالي، معناتها بعمل مدرسة لحالي. ما بتحسن ولن تستطيع، وستكون مدرستك أسوأ مدرسة. روح شوف فقط تكاليف المدرسة. أخوكم يعني الإمام اليوم المحاضر تبعكم مهندس، أنا شغلي هندسة، يعني لقمة عيشي الحمد لله ليست من الإمامة والمشيخة والمحاضرات، لقمة عيشتي هندسة، اشتغل بالمدارس، أحد المشاريع اللي بعملها مدارس. الإمكانيات التي تحتاجها لبناء مدرسة هائلة لا تخطر على بالك، مو 10,000 20,000 100,000 200,000، ملايين ملايين تضعها ولا ترجع، مستحيل ترجع، ما بترجع. ما في تقلي إيه باخذ أنا قسط وبرجعها، ما رح ترجع. هي الحكومة تدفعها منا يلي عم يدفعوا ضرائب لبناء المجتمع، ما بترجع، خسرانة. مدرسة الوحيدة فقط يلي بالنمسا بتربح بجوز أو يأتيها شوي مثل ما هي الانترناشنال سكول، قسطة بالسنة لوصل 10,000 يورو. تفضل أخي، يلا عمل لي مدرسة وخلي أولادنا السوريين يدفع على الولد 5,000 يورو أو 10,000 يورو بالسنة. هاتون بنعمل لك مدرسة، هات بكرة بنعمل لك مدرسة، عطيني 100 طفل كل واحد 10,000 يورو بالسنة، أهله بيدفعوا بنعمل لكم مدرسة. ولكن ما بتحل المشكلة. ليه؟ لأنه حتى إذا أجاك 100 ولد بتحل مشكلة 100 ولد. طيب أولادنا يا جماعة السوريين هنا، نحن كنا ل 2011 2012 2013 تعرفوا قديش بالنمسا؟ كنا أقل من 3,000، أقل من 3,000. نحن هلأ صرنا ما شاء الله 60,000 أو أكثر، يعني بعد سنتين ثلاثة بنقرب نوصل ل 100,000. نحن صرنا بعد الجالية البوزناوية ثالث جالية إسلامية وعربية. طبعا في عنا مسيحيين، في عنا غير مسلمين، أهلا وسهلا بهم على الرأس، ولكن الغالبية مسلمين. عددا إحصائيا نكون بعد البوزناويين، نحن ما نستاهل بأنفسنا. فإذا ما فينك تعمل، البوزناويين أتوا بعد حرب البوزنة مثلنا، كمان كان ما في بوزناويين، كان في صرب وكروات، وبعد البوزناويين لما أجى بعد حرب البوزنة أجى 70,000 80,000، هلأ صاروا شي 120,000 130,000 إخوان البوزناويين. ما فتحوا مدرسة بوزناوية، قال لك لا أنا ما بنجح إذا ما دخلت بالسيستيم، إذا ما دخلت بسيستيم البلد تكون عامل لهم أحسن مدرسة. حتى أولاد، حتى لو معك مصاري تحطه بالإنترناشنال سكول، بس أنت عايش بالنمسا بقول لك خطأ، حطه بالمدرسة النمساوية. لأنه إذا تعلم بالإنترناشنال سكول صعي إنجليزيته راح تكون بيرفكت، وراح يطلع بالبكالوريا ما راح يفهم شيء بالجامعة، ولا راح يعرف يتصرف، ولا راح يعرف الحياة كيف ماشية. فإذا لا، نحن نقول منحاول نصل بأسرع طريقة من النظام الموجود، لأن النظام الموجود عاطينا شيء. إذا نحن بدنا نبني منروح كل طاقاتنا على شيء لن نستطيع أبدا ولا بعد 20 سنة نصل لشيء بسيط منه. بعض المدارس مثلا صارت فكرة، مثلا إخواننا الأتراك عملوا مدرسة إسلاميشس جيمنازيوم، مدرسة إعدادية إسلامية وناجحة وجيدة، ممكن أن يذهب الواحد لها، ولكن فيها 200 طالب 300 طالب، يعني ما بتحل لك مشكلة للناس كلها. فإذا لا، مع أنه لا تظن أنك إذا علمت ابنك، أنت انسى أخي الكريم أنك أنت ابنك يطلع بالعربي بيرفكت والنظام السوري ما شاء الله ممتاز، أن رح ترجع بعد سنتين. أنت ما ترجع، أنت رح تصير نمساوي وابنك رح يصير نمساوي كمان، عم نريحكم. هاي من الأخير، من الأخير، طول ما أنت عم تفكر أنا بعد بكرة راجع وعقلك بالرجعة، معناتها واقف مكانك راو. مو ما في شيء اسمه واقف، ما في شيء اسمه واقف، الواقف معناتها راجع. ليه؟ لأنه العالم ماشية، العالم ماشي، أنت واقف معناتها فيزيائيا راجع. فهذا القصة خلاص بدك تكون جزء من الأنظومة المدرسية في المجتمع، وقس على ذلك أينما كنت أنت. تمام؟ إن شاء الله.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. دائما الاستاذ طرفة دائما مبحر ومليء بالافعال والاقوال في هذا البلد، فجزاه الله خير، جزاه الله خير وجزاكم الله خير. نلتقي بكم باسبوع قادم ان شاء الله بضيف جديد كريم بسبت مبارك ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.